اما هلا فرح رح اروح لمسك الختام وريحة طيبة. فينا نقول عن جد مسك الختام قولا وفعلا مثل ما بيقولوا. طبعا من اول ما بلشنا هيك نحن عم نحضر للفقرة بقلب الاستوديو انا وفرح محتارين من وين الريحة الحلوة اللي بدنا نشمها. رح نحكي طبعا عن مشروع من المشاريع الصغيرة اللي بلشت فيه السيدات السوريات، مو بس لحتى تشتغل وايضا بيكون مورد مالي لها. السيدة اللي معنا اليوم هي جود خراط، بدأت مشروعها بإعادة صياغة صناعة الصابون المحلي بأشكال وأنواع مختلفة فنية وأيضا بخواص طبية ومفيدة. رح نتعرف أكثر على مشروع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، سعدي صباحكم. صباح الخير جود، يا أهلا وسهلا فيكم. تحيتنا لكل أهالي حلب يا أهلا وسهلا، اللي هن أصلا معروفين بالصابون وبالريحة الطيبة. وخلينا بالبداية نحكي عن هذا المشروع، قد إيه لك بتشتغلي جود؟ كيف بلشت الفكرة عندك؟ هلأ صار لي فعليا تقريبا سنة ونص من خلال فترة الكورونا وخلال تعزيز فكرة النظافة والتعقيم ولشجع الأولاد أنه يستخدموا مواد التنظيف بشكل أكثر والحرص أنه يجيب مواد تنظيف خالية من أي مواد كيميائية، بقى خطر على بالي أنه ليش ما أنا أعمل صابون وبلشت الفكرة هيك. وخلال عشرات التجارب طلعت هالنتائج اللي شايفينها. كان في محاولات كثيرة يعني. كثير. حلو كثير، بس يعني اللي بيشوف هذا الشغل والإتقان اللي موجود فيه ما بيخطر على باله إنه بس صار لك سنة أو سنة وشوي عم بتجربي، خصوصاً نحن عم نشوف يعني لوحة فنية بكل صابونة عم تعمليها، دربتي، شفتي تجارب، عندك شيء فني أصلاً بحياتك، عملتي دمج أو شيء؟ هلا في شيء فني بحياتي، بس صارت القصة تحولت من قصة تجربة لقصة هواية وشغف. يعني صار فيني انه لو شفتوا مثلا هالديزاين صرت ارسمه على الورقة، مثلا كيف تتصممي فستان او تعملي شيء صرت اصمم اول شيء ببالي وطبقه على ارض الواقع. طبعا شفت كثير فيديوهات وشفت تعلمت كثير لحتى طلع معي بهالتقنية وهالنظافة. جود انا هيك كثير حبيتها. خلينا نحكي كيف هي رسمتيها على الورقة ورجعتي طبقتيها او الى قوالب؟ لا هي قوالب خاصة. هلا اللي بيميز نحن شغلنا المواد الفنية اليدوية هي اختيار الشكل المميز او التصاميم الفنيه من ناحيه الالوان او القوالب اللي نستخدمها. هلا هذا هو القالب المميز، هو هذا صابون جليسيرين وطبعا ريحته مو معقول شو طيبه. وطبعا هي كلها عطور طبيعيه معالجه، وانا بميز شغلي انه هو كله من مواد وزيوت طبيعيه خالصه من دون اي تدخل كيميائي، مفيد لكل انواع البشره ولكل خصائصها. صحيح، يعني ونحن عم نشم الريحه هلا اللي بيشوفها هي بالاول ما بيخطر على باله انه هي غار، بس طلعت هي صابون غار. نفس الشيء هون يعني كمان عم تدمجي بين خواص متعددة، يعني الورد الشامي، الورود اللي إلها فوائد. تمام. مع الشكل الحلو اللي بيحبب أي حدا أنه يأخذ هاي الصابونة ويجربها. هلأ أنا الفكرة الأساسية كان من شغلي هو تطوير الصابون المحلي بأشكال عصرية وديزاينات تجذب بالعين، ونحن أنه أهل الصابون ونحن لازم نعزز هالموضوع بشكل تراثي وحديث ويصل لكل البلاد. كتير حلو. جود اليوم قديه بتحبي تسوقي لهذا الشغل؟ يعني حرام نحن بنقول يكون في هذا الفن وما يكون له سوق فعلا وما يكون له محلات عرض وما يكون له توزيع صح، فقديه بتشتغلي على هي الفكره لحتى توصل، يعني يوصل شغلك ما يضل بالاطار يمكن العيله، الرفقات، هذا الاطار الضيق نوعا ما. اكيد هلا عم بحاول باي معرض باي بازار اشترك، وحاليا في مشتركه ببازار بفندق شيراتون دمشق، إذا تفضلوا تشرفونا اليوم وبكرة. وهو مو بس أدوات، يعني دوية الصناعة، في كتير منتجات محلية وكتير بتستفيد فيها الزائر، أكيد تلاقي فيه حاجيات وتلبي كتير أذواق خلال هالمعارض. قد ايه بياخذ منك وقت القطعه جود؟ خلينا نحكي شوي، نفوت بتفاصيل شغلك، قديش بتاخذ منك وقت؟ شو الصعوبات ممكن اللي ممكن انت تواجهيها لما بتشتغلي هي القطعه؟ هلا الصعوبات، اكبر صعوبات بواجهها هي عمل الموازنه بين شغلي انا كمهندسه وبين انه انا ربت اسره وبين العنايه بالمنزل وبين شغفي، بس الحمد لله قادره انه اعمل توازن بكل هالامور. وطبعا يعني انه كل مجال اعطيته حقه وان شاء الله هيك ما اكون مقصره باي مجال. ان شاء الله. خلينا نحكي شوي، نحن اليوم معنا شويه اصناف متنوعه واشكال متعدده، نحكي عن بعض انواع الزيوت اللي بتستخدميها. ابرزها شو بتحسي يمكن بيعطي نتيجه اكثر؟ يعني في بعض الزيوت اذا عملت صابون ما بتعطي نفس النتيجه اذا استخدمت بشكل لوحده، بينما في زيوت بتحسي هي معموله لتنحط مثلا اما بشامبو او بصابون. هلا الصابون الاساسيه التقليديه هي صابون عباره تتاكل هي
هي عبارة عن زيت الزيتون وهيدروكسيد الصوديوم. بس نحن خلال التطور والتحديث عملنا إضافة كتير زيوت، اللي هي مثل زيت اللوز، زيت جوز الهند، زيت الخروع، وطبعاً كل زيت له إضافات طبعاً. بس أنا مثلاً بالغار بحط له الكمية كبيرة من زيت الغار، البابونج خلاصة البابونج الطبيعي، عندنا الكركم بحط له خلاصة الكركم الطبيعي، وحتى الصابون الورد بنحط له خلاصات الورد وعطر الورد الطبيعي. حلو، كثير حلو. جود، اليوم اذا بدنا نحكي عن ذوق العالم لما بيطلبوا منك مثلا قطعه معينه، نحن حابين هذا الشكل بهذا اللون، ممكن تتدخلي انت انه هذا اللون مثلا بيحتاج عطر معين، لا بنعمله بغيره، او قادره تلبي كل الاذواق؟ هلا قادره، بس طبعا انا راح اعطي رايي انه مثلا ما يعطوا الوان كثير متقاربه او متناقضه كثير، ورح اعطي مثلا في ناس بحبوا الروائح الثقيلة الشرقية، في ناس الروائح الخفيفة، حسب كل مناسبة. أكيد هي بيجوا بقولوا لي شو بدهم وأنا بقول لهم شو رأيي ونعمل تقاطعات. كثير حلو. طيب هلا كمان عم نشوف مثلا عم يجي عم ينباع بالأسواق، صحيح، صابون جاهز مثلا، بيقولوا لك هذا صابون بيعطر كذا، هذا صابون مثلا مسك الطهارة، هذا بيدوم 24 ساعة، هذا بيدوم كذا، وعم نشوفه جاهز، يعني ما مو إنه شغل يدوي، شركات عم تعمله وتطرحه بالأسواق. هون كمان صار في منافسة، أحيانا ممكن يكون هنن عم يعطيكي شكل وريحة حلوة، بس ما بنعرف مدى فعلا مصداقية المادة اللي موجودة فيها، والسعر عم يلعب دور. يعني اليوم دائما بنعرف اليدوي أغلى من الشيء المصنع اللي بكميات كبيرة. طبعا هلا نحن المواد اليدوية، المنتجات اليدوية هي مصنوعة بكتير حب وكتير شغف وفيها لمسة فنية. مثلا أنا ما فيني أكرر قطعة بنفس التفاصيل. هلا مثل هي صابونة الغار شايفتيها قدامك، إذا كررتها ما بتطلع كبيم يعني 100%. تماما، في كل صبة مثل ما أقول، كل تصنيع في له خصائص، في له مواصفات محددة. طيب خلينا نحكي عن هدول القطع اللي أنا كتير حبيتهم، هن يمكن مصنوعين للأولاد، هدول قديه يمكن تعبتي عليهم خلينا نقول، وقديه هن بيشجعوا الأولاد يمكن على النظافة لما بيشوفوا أنه صابونة شكلها حلو. هي الفكرة الأساسية اللي نشأت عليها المشروعي، أنه تشجيع والفئات العمرية خصوصا الشابة مشان فكرة النظافة والتعقيم. كتير حلوين وروايحهم كتير مميزة. أنا بس عم شملي شملي سلمى. كتير كتير حلوة. كان بدي أسألك سؤال كمان، يعني بعض الصابون، هلأ نحن بنعرف لما حدا بيجي يشتري صابون غار فبيعطوه أنه سر، مثل ما بيقولوا سر لا يعرف هي الصابونة إذا قد هي محطوط فيها غار وقد محطوط فيها زيت وكذا، يعني إذا واحد غسل الصابونة وحطها ومصلت، يعني عطت كتير مصل، معناته هو زايد مواد صناعية فيها زيادة، صحيح. فبالتالي لا، نفس الشيء اللون، الريحة، الفترة الزمنية، كله هذا بيأثر على الصابون. نفس الشيء هون هذا تماما الصابون. هلأ مواصفات الصابون فيه؟ تماما، هي بغض النظر عن الريحة والشكل، هي في ميزة كتير أساسية هي الصلابة. يعني انه بتجيبي صابونه بتدوب بسرعه او مدى بتضاين، بس هي مثلا ممكن يحطوا لها مواد كيميائيه، بس هي الزيوت الاساسيه اذا انحسبت صح بتكون ما بتدوب بسرعه وبتطول لمدى طويل. جود كثير انبسطنا فيكي، بدي اشكرك اول شيء انه يمكن مثل ما بنقول نحن سلمى حامله 3 بطيخات ان كان العائله والشغل وهذا المشروع الحلو كثير يلي فعلا قادر ينشر الريحه الحلوه والشكل الحلو، وكمان يشجع كثير من الستات يمكن يلي هن ما عندهم عمل خارجي انه يكون عندهم مشروع خاص فيهم. انا بدي اتمنى لك كل التوفيق وموفقه بالبازار. تسلمي، الله يخليكم، شكرا كثير. شكرا.